اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا بعظمه لسانه مسكين، لكن المقارنه اللي حصلت هي اللي فرضت نفسها. هي ال 15% اكبر ولا ال 100% اكبر؟ ما دام العمليه شغاله كده اليومين دول، وشفتوا على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الانشائي وعلى الصعيد الكروي ايضا، كمان على الصعيد التسويقي والقيم التسويقيه. لا ده قصه لوحديها. اه لان انت لو ناقشت الجزئيه دي، وانا اتمنى يعني ان يجيبوا لنا الدكتور سعد على التليفون دلوقتي. دكتور سعد شلبي. اه طبعا ما حدش هيعرف يتكلم في الحته دي زيه، هو مستشار المجلس. واعتقد النجاحات والمشاريع اللي عماله كل يوم وتاني تخرج تباعا وتتحقق ونوصل فيها للعلامه الكامله، يعني يا ريت تجيبوه لنا يا جماعه. اعتقد انه قادر. معانا الدكتور سعد. ايه ده؟ الله الله الله. ايه ده شوارب. ايه شوارب ده؟ سلت وعطى. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عدلي، كل سنه وانتم طيبين وجماهير النادي الاهلي طيبه، ومبروك على التطورات الجديده اللي في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. دكتور سعد، عايز بس ايه، احنا بنقارن هل اوفى مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي بما قاله للجمعيه العموميه في برنامج العائله. اتكلمنا في بعض الحاجات الرقميه اللي تظهر التفوق، يعني ماذا عن التسويق وجلب الاموال؟ هل احنا عملنا حاجات بره الصندوق؟ هل احنا حققنا نجاحات لم يستطع اخرون ان يحققوها؟ نورنا. يعني في الحقيقه كابتن عدلي، في معايير عالميه، ويمكن انا في تقرير سنوي بيصدر عن شركه ديلويت، ودي واحده من اكبر الشركات العالميه في الاداء المالي، ودي حاطه معايير محدده للانديه ال20 الكبار تحديدا. وانا هنا عشان الكلام ما يبقاش كلام مرسل وكلام فيه العاطفه اكتر منه من الاداء الفعلي على ارض الواقع. يمكن انتوا حضراتكم هنا مشكورين، ذكرتوا في الحلقه الاداء الرياضي. الاداء الرياضي هو قرين للاداء المالي، هم دولت المعيارين الرئيسيين في ترتيب ال20 الكبار في العالم. لما نيجي نطبق الكلام ده على النادي الاهلي، اعتقد ان المقارنه هتكون ظالمه بينه وبين اي من الانديه المصريه. انا هنا النهارده هتكلم من واقع ارقام رسميه. مجلس اداره النادي الاهلي نجح ان هو يحقق عقود تسويقيه ويجدد العقود التسويقيه في ظل معاملات كان عايز تفاصيل كبيره من بطيئه. قدرنا نحقق نسبه العقد الرعايه على سبيل المثال من 231 مليون جنيه الى 510 مليون جنيه، يعني خلي بال حضرتك، وبعناهم لمده 3 مواسم ونص مش مده 4 مواسم زي ما البعض. ده في ظل تحدي وانسحاب شركات ودخول شركات واعاده طرح. هذه التحديات كادت لو اعطت الانديه الرياضيه كادت ان هي يعني في الحقيقه القدرات الكبيره للنادي الاهلي ومجلس اداره ان يستطيع ان يدير ازمه كبيره بهذا الحق نسبه مبيعات 20% عن العقد السابق ده عقد واحد. لو جينا بصينا على البث التليفوني، لا صوت مليون جنيه، لما تيجي تبص عليها تلاقيه برضو السنه اللي قبل ذلك كانت في متباعه ب 200 مليون جنيه 4 سنوات، معناها انك برضو عندك 100% زياده في قيمه البث التلفزيوني للنادي الاهلي ايضا 100%. في حين طب دكتور سعد، انا عايز اقف هنا حته. هل انت عندك ارقام تقارن ارقام الاهلي بافضل من هو يليه؟ يعني يليه افضل من يليه المنافس الذي يليك في السوق. انا يعني خليني بلاش اذكر اسماء، لكن المنافس الارقام الذي يليك في السوق بالنسبه للاداء المالي، انت عندك مبيعات تسويقيه تجاوزت 1,300,000,000 جنيه، لان لسه عندي مبيعات التيشيرت. المنافس النادي الاهلي مباشره بايع ب 400 مليون جنيه، يعني تقريبا الاداء المالي اللي عندك 3 أضعاف الأداء المالي للمنافس الذي يليك. يعني هنا واجه تقريبا أنت بتتكلم على مجموع عناصر التسويق، المبيعات التسويقية اللي هي واضحة للجمهور، لكن اللي هي الرعاية والبث والتيشيرت والحاجات دي، وأسوار النادي الأهلي. أسوار النادي الأهلي والأسوار أسوار النادي الأهلي بايعينها أيضا، وده تطوير حصل، كان مورد جديد لم يكن موجود من قبل في النادي الأهلي. لو جينا عند قناة النادي الأهلي
الفجوة الرقمية تقريبا بتتكلم عن 4 أضعاف الفجوة الرقمية ما بين قناة النادي وقناة أي منافس آخر في المنطقة العربية، برضو حتى مش بس على مستوى جمهورية مصر العربية، يعني بالنسبة للأداء المالي للقناة. ويمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في كلماته في افتتاح تطوير القناة قال إن النادي الأهلي بيحصل على إيراد في أول سنة بيصل إلى 20 مليون جنيه، الآخرين دافعين في مقابل البث المحتوى 40، خلي بال حضرتك يعني تقريبا أنت واخد 40 ووفرت كمان 40 يبقى عندك 60، فما فيش وجه للمقارنه في الحقيقه ما بين النادي الاهلي واقرب داخل ال 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 وماذا عن حزمه الحزمه الاقتصاديه الاخيره؟ الحزمه الاقتصاديه الاخيره اللي فيها الاستاد وفيها الافرع وفيها الحاجات دي. يعني اقول لحضرتك ان احنا لسه ما نسبقش بس دايما متعودين ان احنا ليها يعني طريقة معينة في إظهار الحقائق دي، لكن هتبقى حضرتك في مكان يحتاج تتحرك شوية يا دكتور عشان الشبكة الصوت لا الصوت بقطع، الصوت واضح ان حضرتك بتتحرك. انا كده اتحركت. طب اتفضل. هنا نقول المجموعة الاقتصادية ايضا هيعمل طفرة في الاداء. لو سمحتوا اتصلوا بالدكتور. هنحاول مع حضرتك تاني يا دكتور، يا ريت تكون في حديث مكان مهم الشبكه جداً. افضل شويه. حديث مهم اتفضل. جدا لان الجانب المالي ده شوف كان حتى كويس بتيجي مناسبات بتوضح حاجات يعني كان لازم يتكلم فيها. كان في حد طلع قال لك ما حدش نادي في مصر عنده الرخصه. وما حدش نادي، احنا مش عايشين عصر الاحتراف. الاحتراف موجود في انديه الشركات فقط. لكن كل الأندية الشعبية ما عندهاش النادي الوحيد اللي عنده ميزانية مستقلة موجهة لكرة القدم وبناء عليه حصل على الرخصة رخصة الأندية المحترفين هو النادي الأهلي. النادي الوحيد أكرر، والاتحاد الأفريقي يعلم هذا، والاتحاد الدولي يعلم هذا، وانت النادي الوحيد الذي لست محتاجا تاخذ استثناء عشان تلعب في البطولات الإقليمية. هذا وحده يوضح الفارق. فانت القيمه التسويقيه بتاعتك الارقام، حتى لما بيحصل لك ازمه يا استاذ ابراهيم، لما بيحصل لك ازمه يعني لما حصل انسحاب عشان تعرف ان دي قيمتك التسويقيه من بعض الشركات، بسرعه جت شركات اخرى خدت بـ بـ بارقام اكتر من الشركات اللي انسحبت في الرعايه وفي البث التلفزيوني، رغم انك انت فاصل كل حاجه لوحدها. رجع الدكتور سعد. ها يا دكتور. ايوه استاذ ابراهيم سمعتني يا دكتور سعد وانا اتحدث. يعني كنت بكمل ايضاح كده. اتفضل حضرتك، انت اقدر مني في ايضاح هذا الامر. الحاجه الثانيه، يمكن النهارده احنا يمكن في بدايه الحلقه انتوا حضراتكم عرفتوا ان النادي الاهلي هو اللي كان بيدعم الاهداف الوطنيه فيما يتعلق بعوده مسابقه الدوري، باعتبار ان كره القدم بقت واحده من النشاطات الاقتصاديه داخل جمهوريه مصر العربيه. يمكن كل المتابع للاحداث ان الاداء المالي للنادي الاهلي لم يخصم اي مستحقات ماليه من اي من اللاعبين، وبالعكس لم يحمل الموازنه العامه او يطلب من الجهات المسؤوله عن عوده الرياضه ان تتحمل اي تكاليف ماليه في مقابل عوده النشاط الرياضي للنادي. حتى المسحه الاهلي عملها على حسابه. يعني ده كله ده بيعكس ايه يا كابتن عدي؟ ده بيعكس قوه الاداء المالي للنادي الاهلي اللي يمكن المعظم كان بيحاول ان هو يتحجج بعدم عوده النشاط لعدم توافر القدرات الماليه اللي هي ممكن تمكنه، وانا مش عايز اذكر اسماء هنا تحديدا يعني في الحقيقه، لكن ده كله بيعكس القدره الماليه والموازنه بتاعت النادي الاهلي الاخيره اللي تجاوزت 2 مليار جنيه، هي بتعكس فائض في الميزانيه، وده بياكد تفوق مجلس اداره النادي الاهلي في اداره جميع الشؤون الماليه اللي بتتسق مع الاداء الرياضي اللي هو موجود على ارض الملعب. وده يمكن انا اكدت ان كبريات الشركات العالميه اللي بتعمل تصنيف لل 20 نادي الكبار على مستوى العالم بتستخدم نفس المعايير مقارنه ما بين النشاط الرياضي وما بين ادائه على
الاداء المالي بتاعه، وده اعتقد واضح فيه كل العقود التسويقيه، وان شاء الله اللي هتكمل بطفره نوعيه لم تشهدها الانديه المصريه على الاطلاق باطلاق المجموعه الاقتصاديه الجديده ان شاء الله في حاله انتهائها، ويمكن احد عناصرها اللي هي قناه الاهلي. وانا وضحت الفرق المالي الكبير كبير جدا جدا ما بين اقرب القنوات اللي موجوده، يعني انا مش عايز اقول رقم مالي عشان ما يبقاش بخترق اي شيء، لكنه اربع اضعاف، لكنه اربع اضعاف، اربع اضعاف. وحاجه مهمه جدا ان قناه النادي الاهلي هي اصل اصول النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي هي اصل من اصول النادي الاهلي. صحيح. كما جاء ده حاجه مهمه جدا، اعتقد ان دي برضو ده يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي. دكتور سعد انا اشكرك جدا جدا على هذه الايضاحات، كانت مهمه جدا. اذا ميزانيه تخطت ل 2 مليار جنيه يا استاذ سعد يا دكتور، مش كده؟ الميزانيه في الاعلان تقترب من 2 مليار جنيه، وده اعتقد بتعكس الاداء المالي للنادي الاهلي. تمام. شكرا دكتور سعد، وكل سنه وحضرتك طيب. لكن شكرا للدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الاهلي. ميزانيه تخطت ل 2 مليار جنيه، مستوى الاداء بتاع مجلس ادارتها 15%. هو 100% انا مش هتكلم. هو انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. يعني خلاص اللي احنا بنقوله ده يا جماعه مش وجهات نظر، مش ناس بتدافع علشان مصالحها وهي ان هي يعني بتقبض، لا، ناس عايزه تقول الحقيقه عن النادي عشان جمهورها يفخر بها. ما يملكه جمهور النادي الاهلي لا يملكه احد، هو الزهو والفخر بكل ما يفعله هذا النادي. في مشاكل في النص، في بتاع، بنتكلم وبنوضح. فعندما تتحدث الارقام يبقى مش وجهات نظر، وانما حقائق. استاذ ابراهيم بتوضح مكانه النادي الاهلي، وهو المعيار اللي بيثبته تقرير مجلس الاداره الذي يعلن سنويا على الجمعيه العموميه وتعتمده، بيروح الوزاره. ما فيش وجهات نظر. اللي عنده مثل هذا التقرير سواء في النتائج الرياضية أو المالية أو الإنشائية أو حتى الإدارية يعني يعمل لنا المقارنات، مستعدين نقبل بأي نتائج. إذن هذا هي تفاصيل الأداء المالي، الأداء الإداري، الأداء الإنشائي والأداء الرياضي لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. لكن كمان فيما يخص الأداء العام اللي متسق مع المصلحة العامة، قلت لكم النادي الأهلي حارب كتير وتحمل كتير علشان الدوري يرجع، تضامن معاه بعض الناس الأصوات اللي هي فعلا بين الأندية مدركة أهمية المسألة، لكن كان انتصار هذا الرأي المسؤول من قبل وزير الشباب والرياضة اللي قبل منه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص اتحاد الكرة النهاردة الخميس مع عودة الدوري اللي شغال دلوقتي على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى كل الجهات المسؤولة في الدولة على عودة الحياة للملاعب، وده اللي النادي الأهلي كان بيقوله واللي مجلس إدارته كان بيطالب بيه. يا جماعة الأمور تحت ضوابط احترازية وتحت شروط تضمن السلامة إن شاء الله تعالى للجميع، لازم أن المسألة ترجع. بنفس المسطرة يا أستاذ إبراهيم، لما تاخد الأمر من سياقه الخاص للنادي الأهلي خده على مستوى الدولة بقى. دولة تواجه كل هذه التحديات بره وجوه وماليه وعسكريه وسياسيه، وتحرص بمنتهى الاصرار على عوده الدوري، عوده النشاط، عشان تعكس مدى صلابه الوضع الداخلي ومدى استعدادنا واقتصاديا ورياضيا وسياسيا. هي دي الحاجات القويه الجامده اللي احنا يعني نتمتع بها على المستوى العام ثم على المستوى الخاص. هي دي كانت توجهات الدوله، وهي دي كانت الكلمة اللي حريصة عليها الدولة وجهاتها المسؤولة، ودي كانت مهمة النادي الأهلي ومطالبه وكلمته وإصراره وتحمله. حتى هو بيطالب قال لك يا عم ده الدوري هيرجع فقط علشان النادي الأهلي، صدقوا سعفان الصغير في الإسماعيلي قال كده. طب أنا هقول لك على حاجة، هو لما القرار بيتاخد مش في حاجة اسمها رأي أغلبية يا كابتن أحمد؟ طبعا. طيب كم نادي موافق على الغاء الدوري وكم نادي موافق على تكمل الدوري؟ 13 نادي مش عايزين يكملوا الدوري، وخمس انديه بس هم عايزين يكملوا الدوري. طيب يبقى انت بتجتمع ليه بقى برؤساء الانديه واللعيبه والاجهزه الفنيه النهارده؟ راحت النهارده اتحاد الكوره، لا خد راي الاغلبيه. انت انا عايز اعرف هو العند ليه؟ ليه العند ان 14 فريق مش عايز الدوري يرجع
وفي اربعه خمسه عايزين يرجعوا. طب كابتن سعفان، وانا عارف ان انت صريح وبتقول بصراحه، الصراحه دي لمصلحه مين يا كابتن اللي بيحصل ده بمنتهى الصراحه؟ لماذا هذا الاصرار؟ ايه اللي جايبني ورا؟ الصراحه دي اللي جايبني ورا. معلش يا كابتن، ما الناس عارفه سعفان بيقول اللي في قلبه. قول اللي في قلبك. اللي في قلبي ان هم بيجاملوا نادي معين وبيعندوا مع نادي معين بس. بيعندوا مثلا مع الزمالك وبيجاملوا النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ انا ما قلتش اسامي ابو كباتن والحد يفهم. طيب مدرب حراس الاسماعيلي الكابتن سعفان الصغير رايه في قناه الزمالك انه الدوري راجع عشان بيجاملوا به نادي واحد، هو نادي واحد بس اللي عايز الدوري يرجع، هل هو نادي واحد بس؟ هل هو النادي الاهلي؟ هي ديت اللي نفسك سمحت بيها؟ طب ما يجي لك الرد من قناه الزمالك نفسها. احنا مش هنرد، خلي قناه الزمالك يا كابتن سعفان اللي انت اتكلمت فيها وقلت ان الكل بيخدم النادي الاهلي وبيجامل الاهلي في عوده الدوري، قناة الزمالك نفسها اللي انت اتكلمت منها من خلالها الزميل صبحي عبد السلام قال لك كام نادي غير الاهلي كانوا عايزين يرجعوا الدوري. عايز اضيف على كلام مصطفى حاجه مهمه جدا. ال 13 نادي اللي اعلنوا بصوت عالي جدا رغبتهم في عدم استقبال الدوري هم نفس الانديه اللي في الغرف المغلقه وافقوا ان الدوري يرجع. تاني الفرق ال 13 اللي اتصلت بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقالوا له تضامن معانا وتعالى نعمل جبهة رفض قوية، هم نفس ال 13 مسؤول اللي قعدوا مسؤولين مع مسؤولين تانيين في الدولة المصرية بشأن مناقشة موضوع الدوري وجميعهم مش هقول معظمهم جميعهم وافقوا على استئناف الدوري. هو في نقطة مهمة 13 جميعهم حافظوا. شوف أستاذ إبراهيم، يعني مسألة إنك تحلل كل واحد كل حاجة من منظور، لو بصيت على النادي الأهلي كل حاجة هتخليك تاخد نفسك في سياق يبعدك عن الحقيقة. الاسماعيلي بيلعب في البطولة العربية، مصلحته يحتك باحتكاك قوي عشان يقدر يساعد لهذه البطولة. الزمالك والاهلي بيلعبوا البطولة الافريقية ومعاهم بيراميدز، من مصلحتهم عايزين احتكاك قوي رسمي عشان يستعدوا لهذه البطولات، لان كل الاندية اللي هيلعبوها الدوري عندها رجع. فتخيل ان انت لو في وسط كل دول الدوري بتاعك ما رجعش، يبقى مين اللي اتضر؟ هو احنا عشان نعند معنا مع حد نأذي نفسنا؟ مش محتاجة ان احنا الحقيقة. اعتقد كده وضحت هو كام نادي كانوا عايزين يرجعوا الدوري وفي الغرف المغلقة 13 وافقوا على عودة الدوري، مش النادي الاهلي بس اللي اتجامل، لكن كمان الزملاء في قناة الزمالك لغاية اخر لحظة قالوا ايه؟ انتوا بتراهنوا ليه رهان شديد جدا على مسألة عودة الدوري؟ يعني احد الاعلاميين الكبار برضه مستضيف وزير الشباب في مكالمة ولا حاجة من يومين وكل قضيته وده يكسب الجوله مع وزير الشباب وينتزع منه تصريح بان الدوري راجع، لدرجه ان البعض فهم ان الدوري بالفعل راجع. بقول لهم لا، الدوري مش راجع ومفيش دوري، بدليل انه النادي الاهلي نفسه طول اليوم بيتمسك بعوده الدوري وبالليل فايلر بيمشي بياخد اجازه 15 20 يوم. راح سوس. طب رايح لا خلي بالك مش راجع. يعني على طريقه بقى اللي بيعملوها في قناه البتاع والجرايد بتاعتهم مش راجع، الراجل عنده عرض ومش مقتنع بالبقاء في النادي الاهلي. وحط شروط ماليه صعبه جدا تتحقق في الظروف الحاليه وكان في خناقه عليه، الراجل رفض التمديد ورفض التجديد، لذلك هتلاقي الفتره اللي جايه حرب على فايرا. الحرب اللي اتعملت على الناس بتوع السوشيال ميديا اللي قال عليها ايهاب هتتقلب لمدرب الاهلي. طب انت هتجيبه منين وعايز تستعمل الدوري بعد اسبوعين ثلاثه ازاي وانت بتقول لمدربك امشي؟ يا فتحي مبروك هيسخن مثلا؟ الدوري مش راجع وفايلر مش راجع، بدليل ان فايلر مش راجع. يا جماعه ده هو من مفارقات القدر ان يرجع الدوري ويرجع فايلر، لا ويرجع فايلر لا، بمباراه بين المصري والزمالك تلعب الان على كل حال. بس هي الدوري مش راجع، مش مهم يعني. هي شوف خلاص دي ليها مرحله وعدت، انما يعني وانا بس ايه اللي كان مخليهم يفسروا كل الامور على انه الاهلي عايز كده؟ الاهلي عايز كده لوحده. وعلى فكره اذا كان هذا حقيقي كتر خير الاهلي، كتر خير الاهلي وكتر خير جمهوره وكتر خير الدكتور ميمة عبد الرازق. لما بعض الناس قالت انه اساء لجمهور الاهلي الراجل حرص على التوضيح. سؤال يا دكتور ميمي، هل حضرتك فعلا قلت في تصريحات في وقت سابق انه جمهور النادي الاهلي ملوش في التشجيع بيشجع بظهره؟ لا ما قلتش ملوش. طب قلت ايه بالظبط؟ اتفهمت غلط. طب ممكن تقول لي قلت ايه بالظبط؟ انا قلت انا كنت اقصد ان الكب بتاع النادي الاهلي اه بيقف عاد ظهره لمين؟ لمين؟ للملعب.
ماشي، اللي هو اللي بيحرك الجماهير. ايوه ما هو بيدي وشه للجمهور، بيدي وشه للجمهور وبيحرك الملعب. انا كنت اقصد ان جمهور النادي الاهلي عنده ثقه في لعيبته، جمهور بيقعد 90 دقيقه يشجع حتى لو ما شافش الملعب. حتى لو عطى ظهره للملعب، كان ساعات هم لهم دخلات ايوه اللي انت عارف بيعملوها، اتجاهات معينه يتجهوا بيها. فقلت دون ده بيدل على الثقه بتاعه النادي الاهلي، على دليل النادي الاهلي من يوم ما نوعيت وتولدت اعرف ان هو بيكسب في الوقت الضايع. ايوه ده نتيجه ايه؟ نتيجه حماس الناس اللي هم عندهم ثقه فيه. ده كان الغرض بتاعي، انما انا بكون للنادي يعني بكون لهم كل احترام بصراحه، وادارتهم وجمهورهم بصراحه يعني جمهور عظيم. يعني هو اللي يدهشك ان بعد الكلام على مقارنه النتائج والنادي الاهلي، وبعدين مين جماهيره اكتر دلوقتي، مين جماهيره بتفهم اكتر ومين جماهيره، يعني القصه لازم يدخلك في موضوع عجيب جدا. لما يجي مثلا في الاسماعيلي يقول لك جمهور اسماعيلي مختلف، ذواق جدا جدا. تيجي في الاتحاد السكندري، جمهور الاتحاد السكندري ده علاقته بناديه علاقه استثنائيه وذواق جدا جدا جدا. كل يا جماعه جمهور المحله، جمهور المصري، كل يا جماعه الجماهير في اي مكان هي جماهير بتعشق ناديها، لان احنا كلنا نبت في هذا الوطن. ما احناش يعني ناس متصنفين، ايه العنصريه دي؟ صفوة وبيفهم وما بيفهمش، والربع اللي بيفهم والربع اللي ما بيفهمش، كل واحد بيشجع النادي اللي بيحبه باقصى ما يستطيع. فالكابتن ميمي هو شرح وقال لك النادي الاهلي بيبتكر طرق، بيدي ظهره الملعب يقعد يشجع. ده لانه مش فاهم كره؟ لا، لانه عايز يقول انا بشجع النادي الاهلي بشكل مطلق، بشكل مطلق، مش مساله المباراه. ده كان بعض اداء الكابوهات اللي هو اشار اليها الدكتور ميمي عبد الرازي، واللي حرص على التوضيح لجمهور الاهلي المحترم. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كيف احتفلت مجلتنا بنادي القرن.